إنها قسنطينة مر عليها الفينيقيون والرومان وجعلها ماسينيسا عاصمة لمملكته، إلى أن أتى قسطنطين الذي أعاد تشييد المدينة بعد أن هدمها ماكسيناس الروماني. وقد اختلفت تسمية هذه المدينة الكنزة عهدا وراء عهد ومملكة وراء مملكة. أغلب المؤرخين أن التسمية تعود إلى قسطنطين الذي أعاد بناءها في سنة 313 لما قام غريمه ألكسندر سنة 311 بتهديمها وحرقها، وبالتالي كعرفان له سميت المدينة بهذا الاسم وهي قسنطينة. أن الأتراك يسمونها بهذه التسمية قسنطينة، وأن بقية الناس وخاصة المغاربة يسمونها بقسنطينة. تسمية المدينة لم تسلم من الحكايات والأساطير، أين رجح بعض العارفين بالمدينة أن قسنطينة هي شجرة كانت تقع أعلى الجبل. أصل تسمية قسنطينة يعود إلى شجرة كانت في أعالي الجبال، وكانت هذه الشجرة تتكلم أي مرابطة، وكان كلما يحدث شيء في المدينة أو في لدى السكان يقومون بمشورتها فتدلهم على تلك على ما أرادوا. العشرة من الأسماء اكتسبتها المدينة، وكل اسم له تاريخ وعلم. عرفت بعدة أسماء: قرطن، سرتن، حسنطينة، قصر طينة، قسم طينة، قسم طينة، بلدة الهوى كما ذكرها سيدي عمر الوزان، وأيضا بلدة سيدي راشد والجسور المعلقة. سيرطة، قيرطة، مدينة الصخر العتيق، ما هو الأفئدة؟ المدينة اللغز بين الحضارات، كل تسمية لقسنطينة زادتها جمالا وقوة، وهي الآن قسنطينة مدينة العلم والعلماء.